الأحاسيس معظمها في النخاع الشوكي. الأحاسيس معظمها في النخاع الشوكي. يعني شكتك بدبوس حسيته في النخاع الشوكي، جبت قطنة مشيتها عليك في النخاع الشوكي، جبت تلجة حطيتها على إيدك حسيتها بالنخاع الشوكي. لكن بعض الأحاسيس ميز بيها الإنسان مش موجودة في الحيوانات التانية. يعني الكلب يحس شكة الدبوس زي ما انت حسيتها، ويحس التلجة زي ما انت حسيتها، ويحس لو مشيت ايدي على ظهره زي ما انت حسيتها. لكن صعب قوي تشوف كلبة حط ايدها على قورة ابنها الكلب تقول له يا ابني انت النهاردة سخن ما تروحش المدرسة. ما شفناهاش، لكن الانسان يعملها. ما شفتش كلب يحط ايده في جيبه يقول على فكرة ده مفتاح العربية من غير ما يبص له. عرفوا ازاي؟ ده جنيه فضة، لا ده المنديل، لا ده جنيه. عرفوا ازاي؟ ففي بعض الأحاسيس ميز بيها الإنسان، ومن هنا ربنا رفعها سبحانه وتعالى من النخاع الشوكي إلى المخ. هنا في مركز لبعض الأحاسيس. يعني المخ ما بيحسش كل حاجة، بيحس شوية حاجات مهمة جدا، مثل أنا تشكيت، حسيت الشكة بإيه؟ بالنخاع الشوكي. طلعت في حتة في المخ، حتة معينة اسمها ثالاموس، هي دي اللي حست الشكة. تمام؟ من خلال النخاع الشوكي. تلجة راحت للثالاموس هو. حاجة سخنة. لكن في حاجات طلعت الثالاموس ده في المخ، فهي دخلت على النخاع الشوكي وطلعت للثالاموس. لكن اللي طلع للمخ مين؟ شوية حاجات بسيطة جدا 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 بنقول عليها هذه الأحاسيس الرقية قوي.